السلام عليكم أعزائي أصدقائي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. اليوم عندنا فيديو قصير راح نحكي بيه عن مشكلة لعبة كلاش رويال بالبلوستاك. شوف هسه من شغل كلاش رويال بالبلوستاك راح تطلع بشكل مائل بشكل أفقي. حل هذه المشكلة حل بسيط كلش وما يطول ثواني بسيطة. الحل هو انه نروح على الاعدادات الخاصة باللغة ونغيرها من اللغة العربية للغة الانجليزية. تابعوا ويانا. زين، نختار كل البرامج وبعدين نختار الاعدادات ونروح على تغيير اللغة. نحاول نختار اللغة الإنجليزية، نختار اللغة الإنجليزية United States الأفضل يعني. هسه نرجع للبرامج، نرجع باك ونرجع نضغط على كلاش رويال. خلاص اشتغلت اللعبة مثل ما تشوفون، اشتغلت بشكل صحيح. شكرا لكم متابعتكم، نلتقي بياكم فيديو جديد ومع السلامة.